الفيديو اللي جاي ده مهم جدا لانه بيلخص اللي انا بقوله. يعني الكابتن شوبير لمس مساندة الاتحاد التونسي للترجي، ها، وبيقول ونحن لا نريد الخير لبعض. بس انا بقول له كابتن شوبير، انت نائب رئيس الاتحاد، عايزين نشوف مساندة الاتحاد المصري في الحق، للنادي الاهلي المصري في الحق، في الحق. نسمع كابتن شوبير. مايكل انرامو بالحكم الغاني المرتشي، هجيب لكم اسمه، اللي اتشطب بعد كده خالص، طاروا لعب الكوره زي لعبه الفولي وسجل هدف في شباك النادي الاهلي اقصى من البطوله. انا بتابع بطبيعتي، على فكره بتابع كل القنوات يعني العربيه والاجنبيه، والكوره كانت بالايد واضحه وضوح الشمس. كنت بشوف اخواتنا الاعزاء كرو الغاني اللي ساب الكوره، اللي ساب انرام يلعب الكوره بايده، يعني واضحه جهارا نهارا عيارا كل حاجه يعني ماشي. وجاب جون وهاند بول واضح جدا وخرج الاهلي ساعتها، وده قبل كده كان اتوقف مره واثنين وثلاثه لكن ماشي. احنا طبعا هنا لا نطقنا ولا اتكلمنا، بس اللي عايز اقوله ان الساده المحللين و في تونس الشقيقه تجاهلوا الامر وكان شيئا لم يكن، رغم ان دي كانت على مسمع ومرأة من الجميع يعني ولا حاجة. هنا بيتباروا دي مش بنالتي ودي مش جون ودي مش فاول ودي مش اوت ودي مش عارف ايه، بيتباروا. وبعدين تبان القصة بقى للأسف الشديد أهلي وزمالك. أنا بتكلم بمنتهى الوضوح، أهلي وزمالك شغالة، أهلي وزمالك بشكل عصبي عنيف جدا. بقينا عمالين نتكلم وعمالين يعني نقول ده كان معانا وده كان ضدنا وده، لا، احنا عمالين نجيب اجوان في نفسنا. تصريحات منسوبه للمصريين اللي موجودين في الكاف، ضربات الجزاء غير صحيحه. تصريحات بالصوت والصوره لبعض اللعيبه القدامى، الاهلي ما كانش مش عارف ايه وضربات الجزاء ايه. حاجات كثيره جدا بشكل عجيب انا مندهش لها ومستغرب لها ومذهول لها. ايه ده؟ هو ايه الجو اللي احنا عايشين فيه ده؟ هو ايه القصه اللي احنا عايشين فيها دي بالشكل ده الغريب ده؟ هل للدرجه دي احنا كارهين بعض؟ هل للدرجه دي احنا مش عايزين الخير لبعض؟ الاتحاد التونسي بيعقد جلسه طارئه لمسانده ومؤازره نادي الترجي، ويؤكد انه هيقف وراه ويحط بيان من كام نقطه؟ من 11 نقطه استغربها من مضمون وتوقيت قرار لجنة التأديب الاتحاد الافريقي. زي ما قال المهندس عدلي، الكابتن شوبير دلوقتي عضو مؤثر في اتحاد الكرة ولعله يكون نائب رئيس الاتحاد. ماذا سيفعل اتحاد الكرة في حقوق الاهلي المشروعة؟ ايه موقف اتحاد الكرة من الاتحاد الافريقي وهو يتجه لتخفيف عقوبات على الترجي بعد التدخل في عقوبات تتعلق بإيقاف 2 لعيبة بإنذارات؟ هل هيسيب اتحاد الكرة المصري الاتحاد الأفريقي يفعل للاتحاد التونسي ما يريد بعد إيقاف وليد أزارو وتغريم الأهلي 20,000 دولار واستدعاء كارتيرون للمساءلة أو للاستماع؟ هل الاتحاد المصري يا كابتن شوبير سيظل واقف موقف المتفرج وانت المسؤول البارز فيه حالياً؟ هل هتكملوا بهذا الشكل؟ شفنا اندهاش الكابتن شوبير انه حسرت بعض الاعلاميين المصريين وبعض الرياضيين المصريين، حسرتهم على فوز الاهلي اكبر بكتير جدا واعنف من حسرة الجانب التونسي للأسف.